اهلا بيكم. النهارده معايا في غرزه جديده جميله، تقدروا ان انتوا تنفذوها بخيط الرافيه، بتبقى حلوه جدا في الشنط بتاعه خيوط الرافيه او اي خيط يكون سميك. انا كنت هعملها بخيط الرافيه بس حسيت ان هي مش هتبقى واضحه في التصوير قوي زي ما بستخدم الخيوط ديت عشان تبقى واضحه الغرزه، لان انا في بعض الناس بيقولوا لي احنا مش عارفين او نبقى مش شايفين احنا ندخل فين بالظبط. عشان كده اضطريت ان انا اعمل الغرزة بخيط سميك عشان تبقى واضحة. الغرزة اللي معانا النهاردة غرزة جميلة جدا، تقدري ان انت تنفذيها في الشنط او البورتيفيهات، بتبقى شكلها ظريف قوي. في البداية انت بتعملي عدد معين من السلاسل زي كده. اول حاجة بنعملها ان احنا طبعا بنعمل غرزة هنا اللي هي غرزة الارتفاع بتاعتنا. الغرزة التانية هنعمل فيها غرز حشو عادية خالص، يبقى احنا السطر الاولاني هيبقى غرز حشو عادية خالص اهي، وصلنا لنهاية السطر بتاعنا من غرز الحشو اهو. هنطلع سلسلة ارتفاع. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هندخل غرزة حشو في اول واحدة على طول، تمام؟ اهي نخلي بالنا ان احنا لو احنا شفنا كده هنلاقي ان كل غرزة تحتها فتحة من هنا، كل غرزة تحتها فتحة من الفتحات دي. اول حاجة هعملها ان انا هعمل غرزة حشو وعلى نفس الفتحة الموجودة هنا في الغرزة هنزل وابتدي اسحب الخيط معايا لفوق اهو كده، هبتدي اسحب الخيط معايا لفوق. اهم حاجة في الغرزة دي ان انت تسحبي الخيط كويس عشان تبقى الغرزة باينة اهي، ونسحبها لفوق كده. الغرزة اللي وراها هسيبها، هشتغل في الغرزة اللي وراها، هعمل برضو في البداية غرزة حشو وبعد كده هنزل في الغرزة اللي تحتها بالظبط اهي، وابتدي اطلع بالخيط معايا لفوق. الغرزة دي بتبقى حلوة جدا مع خيوط الرافية العريضة اهي، تمام. الغرزة اللي وراها هسيبها، هدخل برضو في الغرزة اللي جنبها وهعمل غرزة حشو وهنزل في نفس الفتحة اهي، ادي الفتحة بتاعت الغرزة بتاعتنا، الفتحة بتاعتها اهي، تمام. هي الغرزة دي زي الغرزة اللي فاتت بس دي على اسهل بكتير من الغرزة اللي قبل كده اهي، تمام. الغرزة اللي وراها هعمل غرزة حشو، هنزل في نفس المكان واسحب اهو، نفس اسيب الغرزة اللي وراها، هدخل في نفس اللي بعد الغرزة في نفس الفتحة اللي من تحت بالشكل ده لحد ما بيخلص السطر بتاعي كله. ونخلص السطر بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها اهي. اخر غرزة بقى عندي اهي برضو اهي، خلاص اهي نفس الكلام اهي بالظبط كده. ونكمل عشان نشوف السطر التاني. السطر التاني هرتفع غرزة هنا ارتفاع اهي. هنا بقى عندي غرزتين، ادي واحدة اللي هي فيها الشغل بتاع السطر اللي فات، الشغل المرة دي هيبقى في الغرز اللي احنا ما اشتغلناش فيها خالص اهي، هيبقى في الغرزة اللي احنا ما اشتغلناش فيها السطر اللي فات. هدخل من الوسط من هنا، من الغرزة اللي انا ما اشتغلتش فيها او اللي انا سبتها
من غير شغل. هدخل هنا وهعمل غرزة حشو وهنزل في الفتحة اهي بتاعه الغرزه اللي كنت سايباها من السطر اللي فات اهي. الغرزه دي هسيبها، هدخل في الغرزه اللي انا ما اشتغلتهاش، بصوا الفتحه بتاعه الغرزه اهي، احنا الغرزه السطر اللي فات ما اشتغلناهاش اهي، فكانت الفتحه بتاعتها من هنا اهي، تمام. فابتدي انزل في الفتحه ديت واسحب برضو الخيط بتاعي، نفس الكلام اهو، هنزل في نفس الفتحه اهي. بعد ما بتشتغلي عدد من السطور بتاعه الغرزه دي بتلاقي الشكل معاكي بقى حلو جدا، تقدري ان انت تنفذي بيها اكتر من تقدري تعملي بورتفي كامل بالغرزة دي اهي. بصوا بتبقى شكلها عامل ازاي، نكمل مع بعض. اخر غرزة معانا اهي، تمام اهي، هتبقى برضو الغرزة من تحت وهنطلع سلسلة لفوق، نفس الكلام اللي احنا عملناه اهو، عملنا ارتفاع. دي الشغل، دي الغرزة اللي انا مشتغلتش فيها السطر اللي فات اهي، هتبقى باينة، بصوا اهي الفتحة بتاعتها اهي تحت الغرزة بالظبط. هبتدي اطلع هنا اعمل غرزة حشو وهنزل في الفتحة تحتها بالظبط اهي. الغرزة دي اشتغلتها السطر اللي فات، دي ما اشتغلتهاش اهي، بصوا الفتحة بتاعتها اهي، يعني انا عندي فتحة الغرزة اهي، الغرزة نفسها اهي اهي، بدخل في الفتحة اللي تحتها بالظبط اهي كده، وابتدي اسحب الخيط. يا رب تكون الفتحات واضحة، عشان في بعض الناس بتقول احنا ما بنبقاش شايفين احنا ندخل فين بالظبط اهي. الغرزة اهي، الغرزة التانية تحتها اهي، تمام اهي. وبنشتغل كل السطور معانا بتبقى بالشكل ده اهي. الغرزة اللي وراها اهي هنسيبها، هي دي الغرزة اللي احنا هنشتغلها اهي، هنزل برضو تحت وابتدي ان انا امشي السطر بنفس الشكل دوت كده. الغرزة بتاعتنا النهاردة خلصت، غرزة جميلة تقدري ان انت تعملي منها اكتر من شكل بورتوفي، شنطة، تقدري ان انت تعمليها بخيوط الكليم او خيوط الرافية، بس هي بتبقى جميلة في خيوط الرافية اهي. اتمنى تكون النهاردة الغرزة بتاعتنا سهلة وبسيطة وشكلها جميل، تقدروا ان انتوا تنفذوها بسرعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.